معاكم سماح من قناة ليتس كوك مع سماح. النهاردة ان شاء الله هنعمل ثلاث انواع من الصوصات، ثلاث انواع من الصوص: صوص الحليب المكثف المحلى بالشوكولاتة، والحليب المكثف المحلى العادي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وهنعمل ان شاء الله كمان صوص الكراميل. صوص الكراميل بالطريقة اللي ان شاء الله هتشوفوها دلوقتي، طريقة رائعة. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. هنبدأ بالكريمة. اول حاجة ده نص لتر من الكريمة، عليه 3/4 كوب سكر بودرة، هبدأ اقلب السكر كويس وادوبه في الحليب كويس. هنا يا جماعة شغلي في الحليب المكثف كله على نار هادية، يعني ما تشتغليش على نار عالية خالص، ما تستعجليش، هو بياخد وقت شوية بس بيديك نتيجة روعة. النتيجة اللي هتاخديها حلوة جدا من الحليب لما تعمليه بالطريقة دي، ويقدر يقعد عندك في التلاجة شهر اتنين. اما في طريقة تانية، دي لما تكوني محتاجة الحليب المكثف بسرعة بتعمليه في الخلاط، فان شاء الله هننزل لكم بيها فيديو ان شاء الله تشوفوه. احنا دلوقتي هنستمر في التحريك. الوصفة دي بتعتمد على انك تفضلي تحركي فيه كتير، طول ما انتي شغالة فيه بتحركي فيه، وعلى نار هادية ما تستعجلوش، على نار عالية بيتحرق وبيديكي نتيجة مش كويسة خالص. انا هنا استمرت في التحريك لحد لما الخليط بتاعي تقل زي ما انتوا شايفين كده، وهحط هنا نص معلقة زبدة صغيرة ادوبها فيه، بتديله نكهة حلوة. انا كده خلاص خلصت الحليب المكثف بتاعي لحد ما وصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. هاخد نص الكمية اخليه ابيض زي ما انتوا شايفينه كده العادي، وهبتدي اعمل اللي بالشوكولاتة دي. معلقة كاكاو باودر رخام، عندك شوكولاتة عايزة تسيحيها وتحطيها عليه مفيش مشكلة خالص. هنا قعدت قلبتها لغاية لما اندمجت مع الحليب المكثف الابيض العادي. نبدأ بصوص الكراميل بتاعنا. معلش الكاميرا قفلت اول ما حطيت السكر، السكر حطيته على النار برضو هادية لغاية ما ابتدى من الاطراف لونه يغير يبقى بني. ابتديت اقلب فيه زي ما انتوا شفتوا كده، وهفضل اقلب. وبعدين يا جماعة السكر ما تسيبوش ان هو لونه يسمر بني، ده بني مدي على الذهبي اللون اللي انتوا شايفينه ده، لو اسمر منك ولو حاجة بسيطة بتيجي النتيجة وحشة جدا. هنا انا نزلت بالزبدة، معلقة زبدة، معلقة ونص، سوري، معلقة ونص زبدة على مقدار السكر اللي عندي ده، بس سكر ما حطيتش عليه مية ولا اي شيء. وسبته زي ما قلت لكم الكارمل زي ما انتوا شفتوا كده، ونزلت بمعلقه الزبده. هنا دي كوبايه حليب، تقدر تستبدليها بالكريمه وطبعا هتبقى اطيب اللي بيها بالشكل ده. دلوقتي هيعمل تكتلات كده بسيطه، افضلي استمري وراها لحد لما التكتلات دي تروح، ما تيأسيش، افضلي مستمره في التقليب ليه حد، وما تعليش النار زياده لحد لما التكتلات دي كلها تروح. وبعدين هنا عندي معلقه نشا ومعلقتين حليب، هحطهم على النشا وهدوبهم وهنزل بيهم على الصوص الكراميل بتاعي ده. احلى كراميل هتاكلوه، بس جربوه على طريقتي وان شاء الله يطلع معاكم احلى كراميل عملتوه. الكراميل بيستخدم في حلويات كتير وفي حاجات كتير، بتحطوه في برطمان في التلاجة عندكم وبتستخدموه على طول. هنا دي رشة ملح، رشة خفيفة من الملح مش كتير، يعني السكر لما بيبقى زيادة قوي وتعدليه برشة خفيفة من الملح بيديكي طعم رائع، ما بتحسيش بغضاضة السكر وانتي بتاكلي. شايفين الصوص بتاعنا، ثلاث انواع من الصوص اتعملوا في وقت قصير جدا، ما خدوش وقت، بس اهم حاجة التكنيك بتاع العمل بتاعك، انك انتي تكوني زي ما قلنا الحليب المكثف لازم ايديك تكون هادية معاه خالص والنار هادية خالص وعلى طول بالتقليب عشان ما يتحرقش معاكي. صوص الكراميل بتاعنا شايفين قد ايه رائع.